اهلا بكل حبايبي ومتابعيني وصفة البامية اللي حرفيا هتقلب اليوتيوب كله. الوصفة دي يا جماعة انا مش واخداها من مطبخ مثلا شرقي او غربي او من بلد عربي او اي حاجة، الوصفة دي حصرية من مطبخي على طريقة جدتي الله يرحمها. ان شاء الله لما تجربوها هتدمنوها وهتعجبكم جدا، تمازج نكهات مش طبيعي مش طبيعي يا جماعة. تمام، هي المكونات بتاعتها نفس المكونات الطبق العادي اللي احنا الباميه العاديه او بالطريقه العاديه اللي احنا بنعملها، بس الطريقه حرفيا مختلفه تماما. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا احنا عملنا الباميه الجميله دي ازاي. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلكم كل جديد من مطبخ اميمه. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. اول مكون معايا هتكلم عنه هو البصل. البصل في الوصفه دي يا جماعه بيبقى كتير شويه عن الوصفه التقليديه. هاخد 3 بصلات كبار بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بصي البصله بالنسبه حجم البصله بالنسبه لايدي، فبصله تبقى يعني 3 بصلات يبقوا حلوين كده. ويستحسن طبعا انا بفضل البصل الابيض برده في الطبيخ عن البصل الاحمر. خلاص البصل ده هعمل فيه ايه؟ هقطعه مكعبات، مش هفرمه في الكبه. خلاص انا عايزاه مكعبات متوسطه. انا قطعت الثلاث بصلات كلهم مكعبات متوسطه زي ما انت شايفه كده، زي ما قلت لك عايزاهم كده متوسطين عشان يبقوا محافظين على شكلهم. هاخدهم كده على بوله وهنزل عليهم برشه من الملح. انا مش عايزه البصل ينزل ميته، فمش هدعكه بالملح ولا اي حاجه ولا ادعكه بتوابل. انا بس برش شويه ملح على البصل علشان بس ما يعملش ريحه على ما نحضر بقيه المكونات بتاعه الطبق بتاعنا. عندي كمان كيلو من الباميه. وعايز اقول حاجه بالنسبه لتقميع الباميه يا جماعه، انا غسلته كويس جدا طبعا وقمعته. فعايز اكلم حبايبي الصغيرين اللي لسه داخلين مطبخ جديد، مش ستات مصر بقى طبعا الجهابزه اللي بيعملوا احلى باميه. لما تيجي تقمعي الباميه ما تجوريش على الحته دي، لان الحته دي هي اللي بيبقى فيها الطعم كله. يعني ما تاخديش الحته دي كلها بالسكينه، لا قمعي الباميه خلي ليها بوزه كده وخليها من فوق يعني شبه الام. علشان كده احنا بنقول ده تقميع الباميه. تقميع يعني بنخليها شبه الام من فوق، مش بناخد الحته كلها بالسكينه ونشيلها. الباميه كده طعمها مش هيبقى حلو. خلاص طبعا احنا بنجيب الباميه من عند بتاع الخضار وبنفرزها، بنطلع منها الكبير دوت. انا بعمل بيه باميه ويكا، والصغير بنستخدمه في الوصفه بتاعتنا دي او في طبق الباميه العادي او اللي معمول بالطريقه العاديه. عندي كمان هنا كوبايه من الصلصه. الصلصه دي انا مفرزاها في البيت. لو ما عندكيش صلصه متفرزه ممكن تستخدمي الصلصه الجاهزه، وممكن تستخدمي 3 ارباع لتر من عصير الطماطم لكل كيلو من الباميه. عندي كمان هنا توم. ده توم كتير يا جماعه، دول 3 رؤوس من التوم، 3 رؤوس متوسطين من التوم. فصصته وهاخده بشكله هو زي ما هو كده صحيح، لا هقطعه ولا هفرمه ولا اي حاجه. طبعا ده عكس الوصفه التقليديه اللي احنا بنفرم فيها التوم، فده تاني فرق بين الوصفه دي والوصفه التقليديه بتاعتنا. وده كان المقاس او الحجم اللي انا استخدمته من التوم، استخدمت 3 رؤوس من التوم بالحجم دوت. خلاص محدش يقول التوم ده كتير يا جماعه، انا هوريكي طريقه التسويه بتاعته مختلفه تماما. مش هتحسي بطعم التوم ده خالص، وهتاكلي التوم ده بالمعلقه حرفيا هيبقى طعمه في منتهى الجمال. عندي كمان التوابل، عندي 7 بهارات، وعندي بابريكا، وعندي فلفل اسود، وملح لو المرق بتاعي اللي انا هستخدمه او الشوربه بتاعتي مش متملحه. خلاص كمان ممكن تستخدمي برضو في الوصفه هنا قرن فلفل حامي. عندي كمان رشه من السكر هضيفها علشان حموضه الطماطم، وزي ما قلت لك ممكن تستخدمي قرن فلفل حامي بس انا ما كانش عندي. هنروح على النار. هتنزلي بقى بسمنه بلدي عليها شويه زيت. طبعا انت استخدمي اي مكان اللي انت بتطبخي بيه، بس عايزه اقول لك ان السمنه البلدي في الخضار عموما وفي الوصفه دي بالذات بتروح بالطبق ده بقى في حته تانيه خالص وبتدي له نفس عظيم يعني. خلاص بنزل بالصلصه بتاعتي على الماده الدهنيه وبسيبها تتسبك. زي ما قلت لك لو ما عندكيش صلصه جاهزه، انا الصلصه بتاعتي دي نص تسويه يعني لسه هسويها تاني دلوقتي لحد لما تتركز خالص. لو ما عندكيش الصلصه دي استخدمي الصلصه الجاهزه، وكمان لو ما عندكيش صلصه جاهزه استخدمي 3 ارباع لتر من عصير الطماطم انزلي بيه على الماده الدهنيه لحد لما يتسبك خالص خالص. انا عايزه الصلصه او عصير الطماطم يتسبك يبقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت، الماده الدهنيه تفصل والصلصه تتركز خالص. طبعا لو صلصه جاهزه مش هتاخد منك وقت طويل، هي اوريدي قوامها بيبقى تقيل يعني خلاص ومتسبكه طبعا طبيعي يعني. هنزل على الصلصه باللحمه
واللحمه دي مستويه استواء كامل يا جماعه، مش نص سوا ولا تلات ارباع سوا، مستويه بس مش مهريه. هنزل عليهم كمان بالمرق اللي انا سويت فيه اللحمه او مرق اللحمه، وهنزل دلوقتي بالتوابل. قبل التوابل هنزل بالبصل الاول، وهنزل بالثوم. والبصل زي ما انت شايفه كده، لا دبلته ولا شوحته في زيت ولا شوحته في ماده دهنيه ولا اي حاجه. والثوم برضو صحيح زي ما انت شايفه كده. هنزل دلوقتي بالتوابل بالبابريكا، وهنزل بالسبع بهارات. مش هنزل بالفلفل الاسود دلوقتي علشان ما يسمرش الاكل معايا، خلاص بسيبه في الاخر لما تكون الباميه داخله على سوا. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض، ومش هضيف الباميه دلوقتي، هغطيهم لحد لما البصل كده يبقى ايه، يدبل معايا يعني، لان الباميه في الوصفه دي علشان ما عنديش طماطم كتير وما عنديش صلصه كتير، فمش هتاخد معايا سوا كتير يعني. علشان كده بنزل البصل الاول علشان هو برضو يستوي معايا قبل الباميه، يعني يبقى ماشي مع الباميه في السوا، فاهمين قصدي؟ بس فدلوقتي بعد ما البصل دبل معايا هنزل بيه الباميه بتاعتي، وهقلب الميكس ده كله مع بعضه. وعايزه اقول حاجه كمان بالنسبه للمرق، ما تكتريش المرق علشان الباميه بتاعتك ما تبقاش صايصه معاكي، خلاص يا دوب المرق يبقى مغطي كده اللحمه ومغطي بكل المكونات، مش عايزاه كتير. هغطي الباميه وهسيبها بقى النكهات بقى تمكس مع بعض بقى وتديني بقى الطعم الرهيب يعني. عايزه بس اوريكي بس مستوى المرق، بصي كده يا دوب كده مغطي معايا الباميه ومغطي معايا اللحمه والبصل والثوم، مش عايزاه كتير خلاص. وفي المرحلة دي لو عندك فلفل حامي او قرن فلفل حامي او بارد، انا حرفيا في اليوم ده ما كانش عندي فلفل خالص، بس هو بيدي طعم حلو جدا جدا برضو، زي ما انتم عارفين الفلفل بيركب قوي قوي مع البامية. خلاص دلوقتي بقى البامية بتاعتي يعني ما استوتش، خلاص داخلة على سوا. هنبتدي نقلبها من وقت للتاني، وراعي وانت بتقلبي الباميه يعني قلبي بشويش علشان بس ما تعوريش الباميه وتعوري بقيه المكونات، تخليها مثلا ايه تتبهدل معاكي، فقلبي بالراحه. في المرحله دي هنزل بالفلفل الاسود وهقلبه كويس كده مع بقيه المكونات، وهغطي الباميه وهسيبها لحد لما تستوي خالص خالص، ويعني والفلفل بقى ينكه الاكله معايا. خلاص هنا بقى اللي خلاص استوت تماما، هوريكم القوام بتاعها عامل ازاي، شكلها في منتهى الجمال يعني، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. طبعا استوت خالص خالص، هنبتدي بقى ايه نغرفها. انا كنت قلت لكم انا عايزه منكم، هطلب منكم طلب يعني، عايزاكم لما تعملوا الباميه يا جماعه اعملوا بالطريقه التقليديه بتاعتكم، وسيبوا بس ربع كيلو اعملوه بالطريقه بتاعتي دي. والله اوعدكم وبدون حلفان هتدمنوا الطريقه دي ومش هتبطلوا تعملوها ابدا، ومتاكده وواثقه انها هتعجب جوازكم جدا جدا. بتقدميها طبعا جنب رز بالشعريه، وبتاكليها بالف هنا وشفا. عايزه اقول لك خفيفه على القولون وجميله ومفيهاش تسبيكه، ودي بقى عايزه تاكليها تاني يوم بتبقى في منتهى الجمال، بتبقى في منتهى الروعه، جميله جدا جدا جدا. جربوا الوصفه ويا رب تعجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.